التعاون للإخبارية السعودية حصلت بعض الشوائب بين البلدين. بدد هذه الالتباسات التي حدثت حاملا معي المودة والصداقة للشعب السعودي. وزير التربية يعطل المدارس ما فوق 700 متر. الأم تروي فظائع الأب، هنا علق ابنته وعذبها. طب ليش عم تعمل فينا هيك؟ أنا ماما بدي إياه لجوزي، ماما بدي إياه أبداً، ماما بدي إياه. حملة سكر خطك نجحت، ماذا عن الخسارات والجراح لحرب؟ الشيخ بطرس قوي كثير، أنا الحقيقة ما فيني أوصل لهالأرقام. في حالات الطوارئ كيف يجري التحكم بالمرور؟ ينزل فريق العمل، نحن نتواصل فورا مع فريق العمل لينزل يعالج ومنتابع معه لحين المعالجة. صباح الخير، أنا في الرياض حاملاً المودة والصداقة للشعب السعودي. بهذه الكلمات قدم رئيس الجمهورية ميشيل عون لزيارته إلى المملكة، وفي مقابلة مع الإخبارية السعودية قال إن العلاقات اللبنانية السعودية تأثرت بالأحداث في الدول العربية وحصلت بعض الشوائب غير الواضحة، وأنا هنا لأبدد الالتباسات. من شعاب مكة كانت الانطلاقة فاتحة عهد جولات وزيارات عابرة للحدود الضيقة إلى آفاق جديدة ترسم خريطة طريق علاقات لبنان بدول الجوار، وأبعد منها إلى علاقات على مستوى دولي. وخطوة الألف ميل بدأت بأول زيارة خارجية إلى الرياض على رأس وفد كبير قوامه 80 شخصية مطعمة بغالبية الوزراء الجدد ومخروقة بوزير التربية السابق لياس بوصعب. أولى الزيارات الخارجية تكتسب أهميتها من المكان الذي استهلت فيه بإعادة تطبيع العلاقات الرسمية بين البلدين، والزيارة حمالة أوجه قد يكون أحدها إعادة وصل ما انقطع بين الجارين اللدودين ومد جسور التلاقي بين طهران والرياض بحسب ما جرى تداوله في كواليس التحضيرات. على شماعة الأمال علقت بوادر انعكاس الزيارة على الواقع الاقتصادي اللبناني وعلى هبة المليارات الثلاثة للجيش المصروفة مع وقف التنفيذ، ويبدو أن ريع الزيارة لن يعود بالعافية الاقتصادية في ظل الوضع المالي المترنح للمملكة. ومن الرياض سينتقل عون غدا إلى قطر المحطة الثانية، وفيها التمني أن يعود لبنان وجهة أولى للسياحة الخليجية. وما بين الرياض والدوحة يؤمل أن يهتدي لبنان إلى الفردوس المفقود. أعلن وزير التربية مروان حميدي عن إقفال المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة على ارتفاع 700 متر وما فوق اليوم بسبب عاصفة الأمطار والثلوج التي ضربت لبنان أمس. بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون في حديث للإخبارية السعودية أن زيارته هدفها توثيق العلاقات بين لبنان والمملكة بعدما تأثرت بالأحداث في المنطقة وعكر صفوها بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة للبلدين. بدد هذه الالتباسات التي حدثت حاملاً معي المودة والصداقة للشعب السعودي. نحن استطعنا أن نحافظ على الأمن والاستقرار ضمن الحدود اللبنانية، وذلك
بالنظر إلى ما يمكن أن تحدثه الحروب الدائرة حاليا في المنطقة. وكان لدينا تجربة في السبعينيات وفهمنا ونود أن يفهم الجميع أن مثل هذه الحروب الداخلية لا تنتهي إلا بحل سياسي. فنحن مررنا بالتجربة كما قلت، وصلنا إلى اتفاق الطائف في المملكة، ونتمنى للآخرين أن يعتمدوا الحل السياسي. جميع بحاجة إلى التعاون لمحاربة الإرهاب، ولسنا وحدنا في الساحة طبعا، ولبنان ليس جزيرة بعيدة عن هالمواضيع. نحن بحاجة إلى التعاون مع السعودية، مع كل دول العالم، لأن الإرهاب لم يعد حكرا على دول الشرق الأوسط، وإنما هو لقد عم العالم، بأمريكا، في أمريكا، في أوروبا، ويمكن أن يضرب في جميع الدول العربية كما يفعل الآن. فإذا هذا أصبح شأن عالمي، طبعا يجب التفاهم مع الدول الكبرى التي تتمكن وحدها من اتخاذ قرار شامل في جمعية الأمم المتحدة لهذه الغاية. أما الحروب المتفرقة ضد الإرهاب لا تستطيع وحدها أن تحد من أفعاله. وكان عون قد وصل إلى الرياض مساء أمس، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وأمين منطقة الرياض إبراهيم بن محمد السلطان، والقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان المستشار وليد البخاري، ومدير مطار الملك خالد عبد العزيز أبو حربة، وسفير لبنان في المملكة عبد الستار محمد عيسى. ومن المقرر أن يلتقي عون ظهرا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وبعد الرياض يزور عون غدا قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هل تستطيع السعودية في ظروفها الاقتصادية أن تمد يد العون للبنان؟ لطالما كانت المملكة العربية السعودية المستثمر الأول في القطاعات الإنتاجية والعقارية والمودع الأساس في المصارف اللبنانية، لكن هذا النشاط الاقتصادي تقلص لا بل انعدم في السنوات الأخيرة، خصوصا في فترة الفراغ الرئاسي. وتأتي زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للسعودية لتشيع أجواء من الاطمئنان والارتياح الاقتصادي بهدف وصل من قطع. أنا سميتها بزيارة تاريخية، وأنا بهني لفخامة الرئيس على هالزيارة يلي أخص المملكة العربية السعودية، لأنه هو بيعرف قديش أهمية اليوم الاقتصاد اللبناني كيف موصول مع دول الخليج. 50% من إنتاجنا من صناعتنا هي بتتصدر لدول مجلس التعاون. وقت ما بقول لدول مجلس التعاون دائما بتاخذ 50% المملكة العربية السعودية، 50% باقي الدول الخليجية. 70% من الزراعة، من كل شيء لبناني بينتج، بيروح لدول مجلس التعاون. يعني قديش مهم الصادرات لهذه الدول. هون أنا بسأل كيف ما ممكن تكون أول زيارة إلى المملكة العربية السعودية يلي هي المفتاح لدول الخليج. 85% من الاستثمارات الأجنبية هي استثمارات خليجية، ودائما 50% برجع لك المملكة العربية السعودية. من أكبر 10 مصارف بلبنان، 7 منهم فيهم استثمارات خليجية يعني بنسبة كتير عالية. 8 وزراء بين إعلام واقتصاد ومال ودفاع وتربية وخارجية وداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية رافقوا الرئيس عون في زيارته، فلماذا غاب أهل الاقتصاد أو غيبوا عنها؟ ليش ما ضم الوفد اقتصاديين؟ ما عندي جواب بصراحة. نحن كنا نتمنى مرافقة، يعني نرافق فخامته على هالزيارة، ولكن ما صارت. نتمنى له التوفيق، وممكن نرافق بزيارة رسمية مع رئيس الحكومة مع الشيخ سعد أيضا. يمكن الملف الاقتصادي
هو يلي إذا بدك يعني هو اللي مستلمه. اليوم وسط الاطمئنان الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد منذ قرابة شهرين، يجمع أهل الاقتصاد على أن شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2016 سجل تحسناً بنسبة تراوحت بين 7 و10% قياساً على الفترة نفسها من عام 2015، علماً أن شهر كانون الأول يمثل عادة 30% من الناتج المحلي. ويعلق الاقتصاديون الأمال على أن يستكمل فتح الباب الاقتصادي والسياحي اللبناني على مصراعيه أمام المستثمرين ورجال الأعمال والسياح الخليجيين. دارين دعبوس، قناة الجديد. وتعليقا على زيارة عون إلى المملكة، رأت صحيفة الرياض أنها سوف تؤسس لمرحلة جديدة تجدد فيها السعودية دعمها إلى لبنان اقتصاديا وعسكريا، يشمل جميع القوى الأمنية والعسكرية، والأهم أنه دعم دائما ما يكون عن طريق الدولة اللبنانية وليس إلى قوى أو تيارات دون أخرى. ولفتت الصحيفة إلى أن خصوصية العلاقة اللبنانية السعودية التي تتداخل فيها دوائر اجتماعية وسياسية واقتصادية وحتى أمنية تؤكد أهمية هذه الزيارة للرئيس اللبناني، وتعكس مكانة السعودية ومرجعيتها لجميع الأشقاء على امتداد الوطن العربي. أشار سفير قطر علي بن حمد المري إلى أن جولة الرئيس عون الخليجية وعودة الحياة الطبيعية إلى لبنان ستوفر بيئة مناسبة للانطلاق نحو أفضل العلاقات اللبنانية الخليجية، وأمل أن يعود لبنان وجهة أولى للسياحة الخليجية. ولفت المري في بيان إلى أن القمة القطرية اللبنانية تعد مناسبة للبحث في أفاق العلاقات بين الدوحة وبيروت وسبل تطويرها في مجالات السياسة والاقتصاد، وأكد أنه لمس خلال عمله في لبنان أن الأطياف السياسية بمختلف اتجاهاتها تتفق على الوفاء لقطر وتثمن ما بذلته من جهود في مختلف المحافل لدعم استقرار لبنان وازدهاره. أبشع وسائل التعذيب يمارسها والد على أبنائه والقوى الأمنية تقبض عليه. لم تشفع لها سنواتها القليلة من أن تعذب، فوالدها علقها بالسقف، وذنب لبيب الوحيد أنها ابنته. والدها أحمد بحر إسماعيل يتعاطى المخدرات ويعنفها وأخوتها ووالدتها. أخذ تنر على طول، التنر 24 معه، والحبوب على البنت بهذا الحبل. من التنتين من العشية للساعة 5 الصباح، أجا 5 الصبح أخي قال لي شو بالبنت تبع القهون؟ قلت له هيك عمل فيها، بتعاطى وبيبيع كمان، عرفتي كيف؟ قال عم بيجي عم بيجيب الحناجير، 3 حناجير بيبيعهم ب 100 دولار. 3 حناجير شو؟ روفوترين وبنزاكسول. أنا كيف تعلمت عليهم هالأسماء؟ 18 سنة معه، ضاربني لإلي كثير، ربطني بالجنزير أجلك تبع الكلبة، شال الجنزير قال لي جيبي لي الجنزير، ما جنزير، جبت له الجنزير، قام ربطني من هون وعلق لي بالصعف، راسي وين تحت، طفل كان نايم، حط بريق الحليب جنبه عم يغلي غلي، بعد شيلته على الغاز، قام لي طعمتين للمخ، خبطه ببريق الحليب. خبط الولد. خبط الولد. لبيبة وشقيقتها روعة كانتا تعيشان في قرية SOS، حيث وضعهما جدهما بحر إسماعيل ليهربهما من واقع التعذيب قبل أن يقدم طلب اللجوء إلى ألمانيا، لكن الوالد الرؤوف أصر على إعادتهما إليه ليدربهما على حرفة التسول. هو بيطلع على SOS بيجيب الولد على أساس زيارة، حط عنده يومين 3 ويبطل يبعدهم، يبعتهم ساعة بيخدهم بيشحد عليهم عالتال، ساعة بيقعد بيشم تنر قدامهم، وإذا إنك البلد ما عطتهم ماسوري بيقعد بيقتلها، وإذا بلد حكي كلمة بيقتلها بشبكي بعينك الظلام والنفاق. إنه مزبوط عم يشغلهم بشحادة، عرفتي كيف؟ مزبوط عم يشغلهم بشحادة. قالوا لي بس يا ماما ما تقولي له، قلت له ليش؟ قال لي بيضربنا، قلت له معكم الحق، همي بس الدولة تحميني أنا وليدي. وحش وحش وحش، قد ما بدك وحش. شعبة المعلومات قبضت على الوالد بعدما حصلت على الصورة التي تظهر كيفية تعذيبه لابنته،
وروعة ولبيبة عادتا لرعاية الاس او اس. المخفر. يلا تفضل لحظة. المقفول. وبينما كانت كاميرا الجديد تستمع إلى معاناة الأم وأولادها، وصلت قوة من الأمن الداخلي ورافقت الأم إلى مخفر أبو سمرة كي تقدم إفادتها وشكواها. طب ليش عم تعمل فينا هيك؟ أنا ما بدي إياه لجوزي، ما بدي إياه أبداً، ما بدي إياه. وتترك الجديد هذه القضية في عهدة المعنيين كي يلقى المجرم قصاصه ويتعلم أن حبل التعذيب قصير. ليال بوموسى، قناة الجديد. التحكم المروري خلية نحل تتحول إلى خلية أزمة عند حالات الطوارئ. من لم يعش هذه التجربة يكن قد وفر على نفسه ساعات من الوقت المهدور وربما بعض الحبوب المهدئة. ومع أن هذه المشاهد باتت أشبه بحكاية إبريق الزيت، إلا أن أي من الوزارات المعنية لم تعالجها معالجة جذرية، وعند وقوع المصيبة تنتقل المشكلة إلى داخل غرفة التحكم المروري التي تبدأ بالعمل كخلية إدارة أزمة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لإصلاح ما أفسدته الإدارات المتعاقبة وسوء التخطيط. العمل هنا طوال الأسبوع على مدار الساعة، والاتصالات مفتوحة مع كل المعنيين للتخفيف من معاناة المواطنين. نسعى مع القيمين من وزارة الأشغال أو البلديات، يعني حسب كل واحد نطاقه، إن كان على الأوتوستراد ولا الطرقات الداخلية، لمعالجة أسم المصطنعات، يعني المصطنعات اللي عم تتشكل بالأتربة أو السيول أو الزبالة اللي عم تنزل وتسكر. بينزل فريق العمل، نحن نتواصل فورا مع فريق العمل لينزل يعالج ومنتابع معه لحين المعالجة، بس وقت تتشكل المستنقعات بطبيعة الحال عم تعملنا زحمة سير بالمكان. وعند وقوع أي مشكلة يمكن أن يتواصل المواطنون مع غرف عمليات قوى الأمن الداخلي على الرقم 112 أو مع غرفة التحكم المروري على الخط الساخن 1720 أو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الحساب @tmclebanon. كل مرة بيصير في عنا تجمع للمياه وتشكيل مصطنعات على الطريق، نحن بنعملهم ضمن جدول، بنرفعهم للقيادة المديرية ونحن بنرجع بنشتغل بشكل استباقي قبل ما تصير هيدي المسألة بمراجعة قسم الصيانة بوزارة الأشغال، لأنه هي مش شغلة عنصر قوى الأمن التابع لمفارز السير وينزل هو، وهذا الشيء اللي عم بيصير على الأرض، إنه عم ينزل على الأرض وهو يحاول يفتح الرجارات. ولكن عم نحاول، بضل ببعض المناطق بيطلع لنا مصطنعات جديدة، بنرجع بنحاول نحلها بوقتها يعني. بس الأمور الإجراء الاستباق اللي عم بيصير هو إنه نحن عم نجدول كل المستنقعات اللي عم بتصير وعلى تنسيق دائم إن كان مع البلديات ولا وزارة الأشغال لإزالتها بالوقت المناسب. إلى جانب عمل قوى الأمن ومفارز السير، هناك الشارات الضوئية والكاميرات التي ترصد حركة الشوارع. نحن دورنا هو بمراقبة عمل الإشارات الضوئية ضمن نظامنا ضمن بيروت الكبرى، وأي عائق بيعيق تدفق السير نتصل ومننسق مع القوى الأمنية كرمال يمولنا إياه عن طريق، وبالتالي نحن نرجع منعدل إشاراتنا حسب حركة المرور. عندنا بلان للطوارئ نقدر نتحكم فيها ونسحب السير بأسرع وقت ممكن كرمال نساعد الدراجين بس يفتحوا لنا طرقات. عندنا فريق صيانة هو اللي بتابع تظبيط الإشارات، هو جاهز 24/24، وبالتالي أي عطل أو خلل نحن بننزله، لو كان الساعة 1 بالليل مجبورين ينزلوا يشوفوا شو المشكلة، وخلال ساعة لازم تكون الإشارة مضبوطة 100%، وإذا كان شيء كتير قوي خلال 24 ساعة لازم تصلح الإشارة. وجديد التحكم المروري العمل على كاميرات رادار خاصة لرصد من يتجاوز الشارة الحمراء، إلى جانب بعض المخالفات الأخرى التي ستوثق بالصورة وترسل إلى قوى الأمن التي تحرر بموجبها محاضر مخالفة وترسل عبر البريد إلى أصحابها. باسل العريضي، قناة الجديد. لبنان في مهب العاصفة، ثلوج على 900 متر ومستنقعات مياه على السواحل. يشهد لبنان طقسا عاصفا وغزارة في تساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات مترافقا مع رياح قوية وتدن في درجات الحرارة. وفي السواحل حولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى برك ومستنقعات بعدما فاضت قنوات تصريف المياه على جوانب الطرقات وانسدت العبارات، وشهدت بعض الطرقات انهيارات صخرية وانجراف الأتربة ما أدى إلى زحمة سير خانقة.
في صيدا لازم الصيادون حرم الميناء ولم يخرجوا بمراكبهم كما جرت العادة لكسب قوتهم اليومي، وتحولت الأمطار إلى حبات من البرد في قرى شرق صيدا وإلى ثلوج في منطقة جزين. في بلدة السنقانية منطقة الشوف انهار حائط الدعم في إحدى المناطق ما أدى إلى قطع الطريق وتضرر السيارات التي كانت في المكان، وقد ناشد الأهالي البلدية ووزارة الأشغال لحل المشكلة. البقاع اشتدت العاصفة مساء وتساقطت الثلوج بغزارة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، وتعطلت خطوط التوتر العالي وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات القرى على خط رياق بعلبك، وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة خشية اشتداد العاصفة. حال القرى والبلدات العكارية الواقعة على ارتفاع 1100 متر وما فوق لم تكن أفضل حالا، إذ أفاد رئيس بلدية فنيدق أحمد عبد البعريني إلى أن سماكة الثلوج وصلت إلى ارتفاع 15 سنتيمتر داخل البلدة عند نبع فنيدق، فيما وصلت إلى 21 سنتيمتر في القموعة. في قرى العرقوب وشبعة قضاء حاصبية تساقطت الثلوج ابتداء من ارتفاع 1300 متر وكست الأرض بطبقة رقيقة بلغت سماكتها حوالي 7 سنتيمتر. وفي الشوف تساقطت الثلوج من على ارتفاع 900 متر وما فوق، وأصلحت الطرقات معظم قرى وبلدات الشوف الأعلى وباتت سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، فيما قطعت طريق جباع الخريبة معاصر الشوف والباروك، وعملت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال والدفاع المدني بالتعاون مع البلديات على فتح الطرق الرئيسية، فيما أقفلت المدارس وأصيبت شبكة الكهرباء والهاتف بأضرار نتيجة العاصفة. بعد الفاصل وسام الأرز للمطران الفدائي. أهلا بكم من جديد. حملة سكر خطك راضية عن التجاوب مع تحركها، ولا تصريح رسميا بالأعداد التي شاركت. بعد نحو 24 ساعة على انقضاء حملة سكر خطك، لا يزال هاشتاغ الحملة يتصدر اللائحة على تويتر، ما يشير إلى رواج الحملة واتساعها، أمر لم تبح شركات الاتصالات بعد بنتائجه على أرض الواقع، إلا أن ناشطين في الحملة أكدوا عبر أرقام نشروها تضامنا أكبر من الذي كان مرجحا. أهم هلا ما هي أرقام أكثر من دقيقة، وهي من مصادر مقربة من الناس، لأنه من السهل جدا تعرفي كم في خط بوقت معين، وبالتالي بتجيب الرقم من شركة مع رقم آخر من شركة تانية بتحصل على النتيجة. الموضوع جدا سهل. هلأ مصدري بيضل أنه مصدر اسمه مصدر خاص، ما فينا نحكي، لأنه بتعرفي بهذا البلد كل إنسان بده يحارب الفساد أو بيرفع صوته للفساد إذا كان موظف تاني يوم بيصبح عاطل عن العمل. نحن على يقين على أنه نسبة المشاركة كانت عالية جدا، 30% من مجمل الخطوط بالنسبة لنا كشعب لبنان تخطت 30%، لأنه الأرقام مجموعة العام فوق 5 مليون. شيلي منا حوالي 1.5 مليون خط ما بين فلسطيني إخواننا الفلسطيني أو السوريين أو الأجانب، حتى مضل في عنا حوالي 4 ملايين لبناني. فإذا شاركنا على 1.5 مليون تقريبا أو 1.3 مليون كان حاضرين، عم تقولي أنت في فوق 35% من الشعب اللبناني كان متضامن مع الحملة. التواصل بشركتي ألفا وتاتش باء بالفشل، إذ لم تكشف أي منهما عن نسبة الاستجابة للحملة، واكتفت الشركتان بتأكيد أن الخسارة الأساسية تقع على كاهل خزينة الدولة. بالتالي ما حيعطوكي ولا رقم أكيد إلا ما معالي الوزير يفرج عنه. في حال الوزارة بدها تقول إنه قاطع 1.3 مليون لبناني أو كانوا مشاركين بالنشاط، هذا الشيء بيعني إنه عم نعطي دعم معنوي للشعب اللبناني ليستمر بالحملة، لأنه أنت وقت بقاطع هذا العدد عم تحكي بخسائر يومية 2 مليون دولار. يعني إذا قطعنا على مستوى يوم أي يوم لا، عم نلحق أضرار فادحة بالخزينة. حملة بدأت افتراضية وها هي تترجم على أرض الواقع، إذ أشارت مصادر الجديد إلى أن الناشطين من حملة سكر خطك سيجتمعون إلى وزير الاتصالات جمال الجراح في المستقبل القريب. لال سعد، قناة الجديد. وزير الاتصالات جمال الجراح يعلق في مقابلة مع الجديد على حملة سكر خطك ويكشف خطته في المدى القريب. أرقام تتكلم، لعل هذه العبارة تلخص ذهنية العمل لدى وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح، التي ستنطبق على كامل خطته للوزارة في الزمن القصير له سيدا على الاتصالات. شو الأولويات اللي بدك تشتغل عليهم؟ خليني رتب لك إياهم بالترتيب. أول شيء الفورجي، بعدين 20 ضعف الدي اس ال،
عينون هودة معتمدين على وصلتنا على الفايبر أوبتكس. ننتهي بهالشهر شهر وعشرة أيام من موضوع الفايبر أوبتكس يصير شغال، بتاخدي 20 ضعف انترنت اللي هو دي اس ال، وبتاخدي 4G فول 4G على 85% من الاراضي اللبنانية. بعدين السنترالات من ال 94 لهلا 22 سنة ما توسعت هيدي السنترالات. كنت بمطعم معين، مواطن بيقول لي بدي احكي معك، قلت له تفضل. قال لي انا رحت قدمت طلب بجنوب على خط تليفون، قالوا لي بدك شي سنتين. كيف هالحكي؟ قال لي ايه، تحديث السنترالات وتوسعتها هذا من الخطة اللي حطيناها اللي هي short term plan، انه خلال فترة متوسطة بدنا نبدأ بموضوع تلزيم السنترالات وتوسعتها ونلبي هاو 85,000 طلب. بعدين الشبكات الهوائية، وخامس شيء fiber to the home. فيما يتعلق بحملة سكر خطك، من البداية كان عندك موقف إيجابي بالتعاطي مع هيدي الحملة، بأنه بفهم مطالب الناس. طبعاً أنا ما كنت بعرف كل تفاصيل الباكيجز اللي بيبيعوها الشركات، اليوم وصلتني هي. قلت بدي أشوف أنا تركيب الأسعار وشو الخدمات اللي بتقدموها مقابل هذا السعر، لأنه في حدا عم بيقول بالبلد أنه خطه عم بيحترق بعد شهر وهذا ما لازم يصير. خلينا نبحث بكل جدية وبكل موضوعية شو منقدر نساعد. يعني مشان هيك أنا عتبي على الحملة، أنه قبل ما تعملوا حملة سكر خطك في وزير جديد تعوا قلوا له نحن نعاني من هذه المسألة، لازم تشوف لنا حل. هل حتلتقى بالشباب بما أنه طلبوا منك مقابلة شباب حملة سكر خطك؟ بالتأكيد بالتأكيد، بعد ما أنا أدرس المعطيات اللي عم بيعطوني إياها الشركات حتى ناقش معهم أرقام. بحقيقة ما بدنا نناقش يعني كلام ما له معنى، بنناقش أرقام. يعني شو بدك تقول للشباب خلال قد ايه حتى تلتقى فيهم بالوزارة؟ أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي، بنهاية الأسبوع الجاي بيكون عندي جلسة أولية معهم، جلسة تانية يمكن تكون مع الشركات، نعمل open discussion نقاش مفتوح نحن وياهم، ونشوف لوين فينا نوصل نحن وياهم. يضحك الجياح عند السؤال عن سلفه. وزير السابق سلفك بطرس حير كان عم بيقول انه هو طلب تخفيض الاتصالات الهاتفية بنسبة بلغت 70%. الشيخ بطرس قوي كتير، انا الحقيقة ما فيني اوصل لهالارقام. ما فيك توصل لهالارقام. انا ما فيني اقول لا 50 ولا 30 ولا 70 ولا 90. انا بقول انا بدرس هذا الموضوع، بشوف شو الامكانيات وعضو أبقرر. هلا يمكن الشيخ بطرس اقوى مني وبيقدر يخفض، انا الحقيقه ما بقدر. يعني بني قوي هالقد. انت اه يعني هو قاعد كذا سنه بتقول له ما عملته. انا اذا الشيخ بطرس بيتكرم وبيقول لي كيف فينا نخفض 50 ل 70%، بكون ممنونه كثير. الجياح الذي ما زال يدرس الملفات لا يعد بالمستحيلات، فهو يعالج الاساسيات التي يعانيها الناس والتي لابد منها ليواكب لبنان التطور التكنولوجي، خدمه افضل من دون وعد بتكلفه منخفضه بل موازية. يمنى فواز، قناة الجديد. حشد سياسي في تشييع المطران هيلاريون كابوجي ورسالة من رئيس الجمهورية إلى فقيد القضية الفلسطينية. مراسم جنازة مطران القدس في المنفى هيلاريون كابوجي الذي توفي الأسبوع الماضي في روما عن عمر يناهز 94 عاما جرت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة الربوة، ورأسها البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، بمشاركة حشد من الشخصيات السياسية والأمنية والدينية، ضمت ممثلا عن رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي وضع على نعش مطران القضية الفلسطينية وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور. وقد نثر عمرا ناهز القرن في النضال من أجل تحرير القدس من الاحتلال الذي أوقعها في ظلم ما عرفته شرائع أرض أو نواميس سماء. البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وفي عظة ألقاها في مراسم الجنازة قال إن الفقيد هو بطل القضية الفلسطينية، كان يردد كثيرا رغبته في العودة إلى فلسطين بعد منفاه كي يكون قريبا من الفلسطينيين ويشاركهم في عذابهم وألامهم، كاشفا أنه حاول أن يرتب له زيارة للقدس بعد منفاه من دون جدوى. وفقيدنا كان نذره الآخر الوحيد الكبير
فلسطين. فمنذ أن عين نائبا بطريركيا في القدس عام 65 أصبح رمزا للقضية الفلسطينية، ونذر حياته لخدمة الفلسطينيين في الوطن وفي إمكانية نزوحهم في البلاد العربية وفي العالم أجمع. وأصبحت قضية فلسطين قضيته، وقد أعلن في خطابه الشهير في مدرسة الروم الكاثوليك في بيت حنين بالقدس قائلا: إن أرض فلسطين هي الأم لكل أبنائها. وهذا الشعار ألهب مشاعر الفلسطينيين، وبدأت المناورات لأجل القبض عليه وسجنه، حيث تم ذلك أولا صبيحة اليوم الثامن من آب 1974. حكم جيش الاحتلال على المطران كبوجي بعد اعتقاله بالسجن 12 عاما بتهمة دعم المقاومة، وأفرج عنه بعد 4 سنوات بضغط من الفاتيكان ونفي إلى روما. أما المحطة الأخيرة فكانت في مدافن الرهبان الحلبيين سربا شمال بيروت، ومعها طوي قرن من النضال في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته. صفحة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي. أمام وفد نيابي فرنسي برئاسة النائب تييري مارياني، أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن عجلة الحياة السياسية في لبنان انطلقت انطلاقة جيدة عقب انتهاء أزمة الشغل الرئاسي وتأليف الحكومة الجديدة، ورأى أن لبنان نجح في تجنب انعكاسات الأزمة السورية عليه، لافتا إلى أن لبنان يحفظ حدوده مع سوريا والقوى الأمنية تعمل لمنع تسرب الإرهابيين إلى الداخل اللبناني، لافتا إلى أن التدابير الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة المختصة تحول دون قيام هؤلاء بتحقيق أهدافهم، من التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على رأس وفد من المجلس والسفير الفلسطيني أشرف دبور، وذلك تمهيدا لعقد اجتماع غدا وبعد غد للجنة التحضيرية التي تسعى لوحدة فلسطينية نأمل من خلالها أن تكون نموذجاً لإعادة التضامن العربي، وقبل كل شيء لاستعادة الحقوق السليبة في فلسطين المحتلة. نأمل برعاية لبنان أن نصل إلى نتائج طيبة ونجاحات تزيل الانقسام الذي حل بنا على مدى 10 سنوات. أحالت مديرية الاستخبارات في الجيش على القضاء المختص السوري خالد أحمد قرقوز الملقب بخالد الزميل لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي في جرد عرسال ومشاركته في الاعتداء على مراكز الجيش. أكد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري التزامها وتمسكها بمضمون الاتفاق الذي أدره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم برعاية وضمانة رئيس الجمهورية ميشيل عون وأعلن عنه من القصر الجمهوري، ورحبت بإدراج ملف المعاينة الميكانيكية في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الثقة، وشددت على أحقية الدولة في ملكيتها لهذا القطاع. خرجت الحاجة حربية عواضة المكناة بأم عبد من منزلها الكائن في المعمورة في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي تعاني من مرض ألزهايمر ولم تعد حتى الساعة. عائلتها تناشد من يراها الاتصال على الرقم 70 46 47 32. بعد الفاصل الإرهاب مجددا في سيناء. أهلا بكم من جديد. حيا حزب الله العملية البطولية التي نفذها المقاوم الفلسطيني فادي القنبر في القدس المحتلة، ورأى في بيان أن هذه العملية الاستشهادية دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج المقاومة كطريق وحيد لتحرير الأرض المحتلة وأصراره على تكبيد العدو أفدح الخسائر وضرب أمنه.
وقال الحزب إن ما قام به الشهيد قنبر هو حق وواجب، وهو من صلب مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، ولا يمكن أن يوضع في إطار الإرهاب العالمي الذي يمارسه داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية كما يحاول قادة العدو الزعم. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن جنوده قتلوا فلسطينيا في مخيم الفارع للاجئين الفلسطينيين في شمال نابلس بعد مهاجمتهم بسكين خلال عملية دهم ليلية، وأشار إلى أن المهاجم لم يتمكن من إصابة أي جندي في المخيم. وكان جيش الاحتلال قد سوى منزل منفذ عملية القدس بالأرض واعتقل عائلته. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا عقب حملة دهم لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ووصف جيش العدو المعتقلين بالمطلوبين، من بينهم 6 اتهمهم بممارسة أنشطة ضد المستوطنين، وادعى العثور على معدات وأسلحة خلال حملة مداهمة وتفتيش في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم. وقد كثفت سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بعد عملية الدهس التي نفذها الأسير المحرر فادي أحمد حمدان القنبر في القدس، كما عمدت إلى هدم منزله الواقع في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، وامتنعت عن تسليم جثمانه لعائلته بناء على قرار مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر الذي شمل إجراءات عقابية أبرزها فرض الاعتقال الإداري على كل شخص يعتبره الكيان الصهيوني خطرا على أمنه، إضافة إلى وقف طلبات لم الشمل أي توحيد الأسرة الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية، واعتقال كل فلسطيني عبر عن فرحته بهجوم القدس. هجومان إرهابيان يستهدفان مركزي تفتيش في سيناء ويوقعان عددا من الضحايا. قتل 13 من رجال الشرطة المصرية وأصيب 10 آخرون بينهم 3 مدنيين في هجومين في مدينة العريش في محافظة سيناء استهدفا مركزي تفتيش. الأول هو حاجز المطافئ غرب المدينة الذي تعرض لهجوم إرهابي كبير بقذائف الار بي جي وتفجير لسيارة مفخخة بمحيطه، ما أدى إلى سقوط مبنى ملحق بالحاجز، وتلا ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار بين المسلحين والعناصر الأمنية. أما الهجوم الثاني فشنته مجموعة أخرى أطلقت النار بكثافة على مركز المساعيد الأمنية. وانتشر مقطع فيديو يظهر الهجوم وهروب رجل بثياب مدنية وسط إطلاق النار، وسرعان ما سقط هذا الرجل ولم يعرف ما إذا كان من ضمن المجموعة المنفذة للهجوم. وقد هرعت قوات الحماية الأمنية وفرق طبية إلى مكان الهجوم ونقل الضحايا إلى مستشفى العريش العسكري. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إضافة 7 أسماء إلى قائمة المنخرطين في رعاية الإرهاب، من بينها 5 روسيين وإيراني ولبناني. وأخبار أخرى دولية في هذا التقرير. نظم مواطنون أتراك تظاهرة لرفض التعديلات الدستورية المقترحة لإقامة نظام رئاسي تنفيذي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات، واشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة التركية التي منعتهم من الوصول إلى مقر البرلمان، فيما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء التركي محمد شمشيق عن عزم حكومته على إجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسي في شهر نيسان المقبل، وهي تعديلات دستورية تعدها قوى سياسية وحقوقية محاولة لتكريس مزيد من السلطات في يد أردوغان والانتقال إلى حكم الفرد. تواصلت الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة ضمن عملية درع الفرات المدعومة بالقوات التركية ضد تنظيم داعش في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي للطائرات التركية، ما أدى بحسب بيان للجيش التركي إلى مقتل 37 عنصرا من داعش بينهم 3 مسؤولين، وقتل ضابط صف تركي في اشتباكات مع عناصر التنظيم في محيط المدينة، وأصيب 15 عنصرا من الجيش السوري الحر بجروح.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن كل شيء في العالم يتغير الآن فيما يتعلق بسوريا وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتا إلى أن مهمتنا وفقا للدستور والقوانين أن نحرر كل شبر من الأرض السورية. وتطرق الأسد إلى محادثات الأستانة المرتقبة نهاية الشهر والمقرر أن تضم عددا من الأطراف السورية بما في ذلك بعض المجموعات المعارضة. Of course we are ready and we announced that our delegation to that conference is ready to go when they define when they set the time of that conference. We are ready to negotiate everything. When you talk about negotiation regarding whether to end the conflict in Syria or talking about the future of Syria, anything, it's fully open. There's no limit for that negotiations. Who's going to be there from the other side? We don't know yet. Is it going to be real Syrian opposition? When I say real, it means has a grassroots in Syria, not the Saudi one or French one or British one. وأكد الأسد أن الشعب السوري كله هو من يختار رئيس البلاد وفقا للدستور. وإلى عناوين صحف اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني، والبداية مع النهار. عون في الرياض تبديد الالتباسات وطي الصفحة. تراجع تاريخي للليرة التركية والبرلمان يناقش تعزيز صلاحية أردوغان. إيران في مسار تصادمي مع إدارة ترامب، زيادة الإنفاق العسكري وتحد لمدمرة أمريكية. مصر مقتل 7 شرطيين ومدني في هجوم بشاحنة مفخخة في سيناء. ومن النهار نذهب إلى الأخبار. بدعة المختلط الجديد، النسبية الطائفية مطية لإعادة إنتاج النظام. 60 أهون الشرور. صراع الاستخبارات، إعادة تدوير جهادي داعش. ومن صحيفة الأخبار ننتقل إلى الأنوار. عون في الرياض، المباحثات تشمل إمكان مساعدة الجيش اللبناني. 9 شهداء مصريين باعتداء إرهابي في العريش. القوات العراقية تسيطر على مزيد من الأحياء في الموصل. كاميرا للمراقبة تسجل إطلاق النار في مطار فلوريدا. ومن الأنوار إلى صحيفة الديار، هم عون تطبيع العلاقات والاقتصاد وهم الملك سلمان إضعاف نفوذ إيران وحزب الله في لبنان. السعودية سترتاح لكلام عون عن تعزيز قوة الدولة وتعيد الهبة العسكرية. ننتقل إلى صحيفة المستقبل، عون في السعودية لتبديد الالتباسات، والحريري يرى الزيارة خطوة مهمة على المسار العربي الصحيح، لبنان نحو استعادة الثقة العربية. المعارضة السورية، روسيا جادة في الحل السياسي، العثور على القنصل الروسي ميتا في أثينا. ننتقل إلى صحيفة البناء، الأسد واثق من الوضعين السياسي والعسكري ويدعو الخارج للمراجعة. عملية القدس ترسم مستقبل إسرائيل بعد حرب سوريا وقوى المقاومة تتهيأ. عون يفتتح زياراته بالرياض فاتحا الباب لمبادرات سعودية عبر لبنان. ننتقل إلى صحيفة اللواء، دعم سعودي قوي للاستقرار وأربعة ملفات بين الملك سلمان وعون. منح التعليم وملفات الوزارات المستحدثة أمام الحكومة غدا، ورسالة تطمين من بري لجنبلاط. إنزال بري غير مسبوق للتحالف في دير الزور، الأسد يرفض نقاش مصيره في أستانة. ومن اللواء نذهب إلى صحيفة البلد، عون رئيسا في الرياض وأمال بالإفراج عن الهبة. التحالف يوجع داعش والأسد، سنحرر كل شبر. القوات العراقية تتقدم شرقي الموصل. وإلى صحيفة الجمهورية، جنبلاط للجمهورية كفى. الأبيض الناصع. وإلى صحيفة الحياة، الرئيس اللبناني في السعودية آملا بعودة السياح والاستثمارات، عون في الرياض للقاء الملك سلمان. محافظ تعز أكد للحياة أن استكمال التحرير سيتم بالقوة أو بالتفاوض. التحالف يقصف الميليشيات في ميناء المخا. البرلمان يلزم حكومة روحاني بتطوير البرنامج الصاروخي،
تحرش إيراني بمدمرة أمريكية في مضيق هرمز. وإلى الشرق الأوسط، الأسد يعلن استعداده لبحث كل شيء في أستانا إلا تنحيه، مقتل وأسر قيادات داعشية بإنزال أمريكي في سوريا. مباحثات رئيسي وزراء العراق والأردن تتناول النفط والمعابر، الجيش يطبق على مختبرات داعش في الموصل. احتكاك أمريكي إيراني في مضيق هرمز، عقاب إسرائيلي جماعي لجبل المكبر. كان في عناوين النشرة: عون للإخبارية السعودية، حصلت بعض الشوائب بين البلدين. بدد هذه الالتباسات التي حدثت حاملا معي المودة والصداقة للشعب السعودي. وزير التربية يعطل المدارس ما فوق 700 متر. الأم تروي فظائع الأب، هنا علق ابنته وعذبها. طب ليش عم تعمل فينا هيك؟ أنا ماما بدي إياه لجوزي، ماما بدي إياه أبداً، ماما بدي إياه. حملة سكر خطك نجحت، ماذا عن الخسارات؟ والجراح لحرب؟ الشيخ بطرس قوي كثير، أنا الحقيقة ما فيني أوصل لهالأرقام. في حالات الطوارئ كيف يجري التحكم بالمرور؟ بينزل فريق العمل، نحن نتواصل فورا مع فريق العمل لينزل يعالج ومنتابع معه لحين المعالجة. ختام النشرة، مزيد من الأخبار عبر الجديد دوت تي في وعبر فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. أعود وألقاكم في موجز 10:30.